السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين باذن الله تعالى. اليوم بديت لكم لا فيديو تاعي باحلى ورد لاحلى متتبعين. اليوم جبت لكم يعني تدبيره خفيفه لضيف في الغفله. عندي هنا يا بون حبه بصل ومرسو تاع دجاج جات ليا دوستي، ما كاش كيفاش نخليها تخرج هكاك، لازم تتعشى عيب. الوغ نخمم واش ندير، واش عندي واش ما عنديش في الدار. حليت الفريكو وصبت هذا المرسو تاع الدجاج، البصل، وكاين البطاطا. الوغ قلت ندير كباب بطاطا في الفوغ، يجي بزاف بنين ومام يجي زاكي. نبداو كيف كيف بطريقه التحضير. ندير الزيت ومرسو تاع زبده حتى وين يذوبوا. نحط الدجاج تاعي ونزيد حبه بصل تكون كبيره ونقليهم كامل كيف كيف. ماشي لازم الطناجر والمشوي والمقلي، يعني كي تبتسم في وجه اخيك هذاك هو الصح. تبارك الواحد يدير جاست ويصفي القلوب ان شاء الله وتكون المحبه هذا ما كان. ماشي الصح في الماكله. انا شديتها قلت لها تريحي تتعشي وتاكلي اللي حاضر كما يقولوا. البصل مليح مليح حتى وين يعني تلقماه، مرقت بالماء سخون. حكمت البطاطا تاعي قطعتها شويه خشينه كما تشوفوا فيها باش تجينا بنينه كي تشمخ ما توليش ماكاش. يا بعد نص ساعه هكا كنحب الدجاج يكون طايب مليح، الوغ نخليه في غرضه طاب. نحيته في التتو وخليت المرقه. البطاطا تاعي تقلات كامل، درتها في البلا، راني ندير فوقها الدجاج اللي فتتو. بالنسبه للمرقه ما قلت لكمش، قلت لها انا نقدر نديروا لها غير الفلفل الكحل والملح وشويه تاع قرفه، هذا ما كان. نكثرلهاش لي زيبيس. نجيبوا المرقه تاعنا نفرغوها فوقها، ما نديروهاش كامل، نديرو نص مرقه هكاك بس هذه ما تجيش مشمخه، ماشي جواز نديروها على شكل غاتا. نزيد نجيب المعدنوس اللي كنت قطعته رقيق نحطو كامل من الفوق. معدنوس مليح عنده بزاف فوائد. الوغ وين تنجمو تدخلوه في ماكلتكم دخلوه بسك صح مليح. ونجيب كميه من الفرماج الابيض قطعوه هكا مربعات صغار ونحطوه من الفوق. زدت هنايا زوج حبات بيض، يعني الحجم نتاعهم كبيره. وانتوما ديروا شحال تحبوا، ولا درتوا كميه صغيره تنجموا ديروا حتى حبه بيض، يعني واش يكون متوفر عندكم. خلطتها مليح الحبات زوج حبات تاع البيض عفوا وحطيتهم من الفوق. نزيد نجيب الجبن المبشور ونحطه من الفوق اللي راح يمدلو منظر وبنه شابه. انا الكباب تاعي ما درتلوش الحميصه، اللي حاب يدير الحميصه يديرلو. نكمل نبشرها كامل الفرماج وندخله يطيب. وهنا الفلفل ماشي انا وجدته، الضيفه تاعي اللي وجداته، درتو لنا بطريقه جديده. راهي تقلي في الفلفل وفي الطوماطيش. هنايا بعد ما طابو راهي تنقي فيه هذاك الفلفل، تنحيلو في القشره تاعو من بعد تحطو. لا احنا بالحبيبي نقدروا نتناقش اثنركش اثنركش ايوا مال الفلفل والطماطيش اثنركش. هذا كي يكون مزروب معناتها اللي تحارض اتقمر، مي مو تحارض على تشوض نورمال. قلت لكم كي تكونوا مزروبين نديروه مقلي، سينو كي تكونوا نورمال نشويوه خير. انا راجلي مت عليه يمشي دائما باسكو الزيت بزاف. ملح الملح شهيه طيبه. دوكا يتكنكن شويه
من بعد خلاص نحطو في لاصيط نزيدو الجبن. وهذيك الزيت ما نخلطوهاش. اه هاكا تخلطو كي يدي شويه نخلطو. هيا اوكي. مع اغرام. اغرم هي اللي درتو ماشي انا اللي درتو. هي اللي درتو انا درت لها الفلفل برك. هيا بنين بصحتكم. اغرم وجدتو بصح قلت لها يا طيبي هدنا انت خير عجزت عليه. كي تشوفوا هكا خلاص سي بون وجد نحطوه. الاغرم تاعي نثقبو بالفرشيطه ونديه يطيب. جا واحد الاغرام يشهي. كي يكون الفلفل والاغرام ما كاش لي يقدر يصبر غير يطيب لازم نذوقو. شاهدتكم في الجنة إن شاء الله. هذه هي طاولة خفيفة وظريفة اللي قدمتها اليوم، يعني بمكونات بسيطة تنجموا تحضروا وتفرحوا ضيوفكم. عندي هنايا الكباب والفلفل وشلاضة ثم كل الكراتة. أنا ناكل غير الفلفل. هاو الفلفل تاعنا جا يشهي، يعني جامي كليتو هكا. هذه لا بروميير فوا لي ناكلو مقلي وجا روعة. ناها بهذه التحلية في السهرة البنانة ويهرب ويزلق. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم وكنت خفيفة عليكم. تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. في الاخير ماريا غنقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.